متشكر جدا. سلام. آسف يا أسامة، كنت بكلم شركة إلحاق العمالة بتاعتي ولسه قفل. أنا كمان شركة إلحاق العمالة رنت عليا الصبح عشان رسوم التوظيف والتكاليف الخاصة بيه. أنا مديون قد كده وماضي على نفسي وصولات أمانة. مديون؟ يعني إيه؟ لا، هي شركة إلحاق العمالة بتاعتي كانت بتكلمني عشان تطمن إن كل حاجة ماشية في الشغل تمام، أو لو في حاجة قلقاني أو حاجة. تطمن عليك؟ واضح إن أنت مع شركة إلحاق عمالة محترمة. أنا كان نفسي في شركة زي دي. أنا مش بيتصلوا عليا غير عشان أحول لهم نسبة عشان شغلوني، وللأسف الموضوع ده مكمل معايا لمدة سنة من ساعة ما مضيت العقد مع وصولات الأمانة اللي معاهم. أنا بسبب الموضوع ده مش عارف أحوش حاجة. هو أنت بيحصل معاك كده ولا أنت خلصت ديونك خلاص؟ إيه كل ده؟ لا، هو الكلام مش المفروض يكون بالشكل ده يا أسامة. شركة إلحاق العمالة بتاعتي تبعت وأكدت مع صاحب الشغل إن هو لازم يتحمل كل التكاليف والرسوم التوظيف بتاعتي، وطبعاً تكاليف السفر والإقامة والفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع، كمان الفحوصات الدورية والأدوات اللازمة لأداء المهام اليومية بتاعتي. كل ده موجود في العقد. ده أنا المسؤول عن كل التكاليف اللي أنت لسه قايل عليها دي. لا، ولسه مديون كمان لشركة إلحاق العمالة اللي اتواصلت معها عن طريق النت. يعني مش المفروض إن الوضع يكون معاك بالشكل ده يا أسامة؟ بس يعني بصراحة أنا مش متفاجئ. في ناس كتير وقعت في مواقف شبه دي بسبب إن هم اتعاملوا مع شركات من النوعية دي، وعشان كده دايما بأكد إنك لازم تتواصل مع وزارة العمل المصرية وهم يعرفوك كل حقوقك في إطار القانون الوطني. ولو عايز كمان تتأكد إن شركة إلحاق العمالة بتاعتك مرخصة ولا لأ، تقدر تدخل على موقع الوزارة، هتلاقي قائمة بأسامي الشركات اللي المفروض أصلا ما تتعاملش معاها. طب ده حلو جدا، أنت عرفت الكلام ده منين بقى؟ ده بتعرفه عن طريق جلسات الإرشاد والتوعية اللي بتعملها الوزارة قبل ما تسافر على طول، وكمان لما بيحولوك لموظف مختص بيعرفك كل المعلومات اللازمة. دي مساعدات بتوفرها الوزارة للعمال اللي عايزين يسافروا يشتغلوا بره البلد. بالطريقة دي يعرف العامل حقوقه وواجباته. ده غير كمان إن في طرق كتير تقدر توصل بيها للمساعدات اللي أنت عايزها في البلد اللي بره دي. يا ريتني عرفت الكلام ده من زمان، بس أنا لازم أحذر الناس عشان محدش يقع في المشكلة اللي أنا وقعت فيها. الفكرة إن أنا محتاج أنزل مصر في خلال شهرين، واحد صاحبي جاب لي شغل هقدر أشتغل بيه في مصر، بس مش عارف هقدر أسافر من الديون اللي عليا ولا لأ. لا 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 يا أسامة، مش المفروض أصلاً إن أنت تتحمل تكاليف السفر دي. المفروض الشركة بتاعتك هي اللي بترتب ده مع صاحب الشغل ويبلغوك بس بالإجراءات المطلوبة علشان تعرف ترجع البلد في أي وقت. فبالتالي لازم صاحب الشغل هو اللي يتحمل تكاليف السفر مش أنت. وكمان يعني هما ما يقدروش يجبروك على مدة شغل أكتر من فترة الإخطار اللي موجودة في العقد بتاعك واللي متفق عليها مع صاحب الشغل.